في المسائية. الولايات المتحدة تدفع بضغوطها على سوريا وتدخل على خط الاحتجاجات في السويداء بعد تجاوز الشعارات المطلبية إلى السياسية. ماذا في رد دمشق؟ تآكل دور الأمم المتحدة في السلام والوساطات الدولية وقراراتها تحت رحمة ثلاثي الفيتو الغربي، هل تنجح قوى الشرق والجنوب في استعادة دور المنظمة الأممية؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.